هنبتدي بهذه المذكرات. وكتبت فيها كده في البداية جملة نقلتها عن كافكا وهو كاتب تشيكي كان يكتب بالألمانية، والكلمة معبرة جدا. قلت إنه الحياة تلك هي حفلة تنكرية، لكنني حضرت هذه الحياة بوجهي الطبيعي. ده صحيح. بمعنى أنا بشعر بالحكاية دي يا دكتورة درية، إنه الناس ساعات بتتقمص شخصيات معينة وأوضاع معينة، وأجد أنا نفسي عند القاع بتصرف بما أؤمن به في داخلي، عكس الكلام اللي كنت بقوله دلوقتي تماما. يعني ان انا لا استطيع ان ازيف، وحتى اذا زيفت الفتره لا استطيع ان اتواصل. لابد من لحظه معينه يحدث فيها انفجار ذاتي يجعلني اقول الحقيقه واتمرد على كل ما حولي. فدي اللي خلت عباره كافكا يعني تروق لي، لانها بتعبر عن هذا تماما. الحقيقه مسرح كبير، وانت يعني انت بين السياسه والفن، انت دكتوراهك، لأن الحياة مسرح كبير، وبالتالي كل واحد له دور فيها بيتقمصه. أنا لم أتقمص دورا، أنا طبيعي في كثير من أدوار حياتي مع الناس. يعني طبعا اشتغلت كتير في المجال الدبلوماسي، واشتغلت كتير في المجال السياسي، وقلت كلمة برضو الحقيقة عايزة أقف عندها. قلت إن المهابة في السياسة هي أهم من أي شيء تاني. كلمة المهابة بمعنى ده صحيح. إيه؟ أنا هديلك، ودي عملت لي مشكلة. بعد ما خرجت من الرئاسة وكنت في وزارة الخارجية، دعيت إلى محاضرة دعاني لها المرحوم الدكتور كمال الجنزوري، كان وزير التخطيط في نفس الوقت، وندوة هناك، وكان إسماعيل صبري عبد الله موجود وبعض الأساطين. فأنا قلت يميها، كان حافظ الأسد طلب منه كلينتون أن يلتقيه في أمريكا، قال له لا، تأتيني دمشق إن رأيت، واتفق في النهاية على أن يلتقي في جنيف. فشفت يعني إزاي الدولة العصية بيبقى لها مهابة، والدولة الطيعة بتأخذ باستخفاف شديد جدا. وأحكي لك نموذج تاني للحكاية دي. فقلت إن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لسوريا بغير حب ولكن باحترام، وتنظر لمصر بغير احترام ولكن بحب. ليه؟ لأن احنا كنا يعني طيعين جدا مع الولايات المتحده الامريكيه، ومتصورين كلمه نو تعمل حرب عالميه او حرب نوويه، وده مش صحيح. شوف ايران بتشد العالم في اتجاهات مختلفه وبترقصه تقريبا، وتجيبه على حافه الهويه وترجع. يعني القرار السياسي محتاج الى قدر من الشجاعه، ما يبقاش متكتف. الرئيس مبارك زعل جدا مني وقال لي طب خلاص بقى تقعد كمان سنه هنا في مصر، مش هتطلع. كنت رايح المانيا في ساعتها، رحت السنه التاليه لها في النمسا. فدي يعني احكي لك قصه ثانيه. كان الرئيس السادات الله يرحمه، وهو رجل له مكانه عندي طيبه، يعني انا صحيح تربيتي ناصريه، ولكن يعني عقلي في جزء كبير منه يمضي مع السادات. يعني بقول انا عواطفي ناصريه ولكن تفكيري ساداتي. ودي بتزعل زميلتنا الدكتوره هدى عبد الناصر كثيرا، هي والاسره، لكن انا بعاني بيها انه ده كان كاريزما لبطل زي بتوع اليازا والاوديسا، حاجه كده خارج نطاق التقييم. أيوة. في تاريخنا كله. أيوة. مفيش حد كده. رحنا بقى، قالوا السادات جاي يزور لندن سنة 75. فرحنا أنا والمرحوم رفيق صلاح الدين، كان سينير عليا شوية، قال لي تعالى نروح الخارجية نبحث ترتيبات الزيارة. وإحنا قاعدين بنبحث ترتيبات الزيارة، قعدوا يقوحوا معانا يقولوا لا، فيه وركينج فيزيت زيارة عمل، وفيه مش عارف فورمال فيزيت، وفيه أوفيشال فيزيت، وفيه الملكة ما تقابلوش غير على باب الجناح. جناح يا جدع انت، اهو ده رئيس مصر واول مرة يجي لكم وبعد حرب منتصرة، هو كان قائدها. ايوه. ازاي الملكة تقابله على الجناح في في, في القصر في باكنجهام بالاس؟ فغضبنا، ورفيق صلاح الدين قال له والله لو عبد الناصر كان جاي كان زمان المقاتلات بتاعتكم بتحتفي بيه من قبرص لغاية هنا. انتوا ناس تحترموا ولا تحبوا. فأنا آمنت بهذه المقولة، الغرب يبص لك إذا كنتك عارف حقوقك ومتمسك بيها يحترمك، إنما إذا حتى كنت لطيف معاه ومتساهل يتجاوزك. وبالتالي دي يعني مفترض إنها تبقى موجودة مع رجال السياسة دايما. أدور على أن تكون دولتك مهابة، مش محبوبة. وأظن وضعنا الحالي في هذا النمط. بمعنى إنه الرئيس الحالي، أنا أعتقد مش لأنه الحالي، هو بيمضي بهذه الطريقه، انه يجعل لبلده الاحترام في كل مكان، لا يتدخل في اي شان اخري
خارجي لا يتورط في أي تصريح لا مبرر له، يحسب الأمور بدقة شديدة ويتعامل مع التايم فاكتور عامل الزمن ببراعة. دي كانت نقطة ضعف لدى الرئيس السابق المرحوم حسني مبارك، رغم كل أنه كان له كان حاكما وطنيا بكل المعايير، إنما كان يحب أن يأخذ وقته. والوقت في القرار جزء من قيمة القرار، ما تقررينه اليوم قد توقيت اتخاذ القرار. أبو عمار راح قال لهم في سنة 2003 قبل ما يموت على طول، أنا قبلت صيغة 1999 أو 2000 اللي أنت قلت له عليه، قالوا لا يا حبيبي خلاص الوقت ده كان في وقتها كل شيء منسوب لأوانه.